حقيقة اليوم المدائح والابتهالات النبوية المباركة ستكون من خلال شهر رمضان المبارك، هي الصورة اللي راح ننقلها من العراق بصوت المداح والقارئ طارق الكرخي. مساء الخير عليكم، نورنا في برنامج بيت للكل. نورنا. الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. من خلال برنامج بيت للكل نريد نوضح بأن عندنا طقوس خاصة في شهر رمضان المبارك. دائما المداح يتواجد في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الدينية. شلون هذا الموروث أخذته وعن منو بالبيت كان قبلك مداح وهذا الصوت الجميل من امتلكته؟ والله أخي العزيز، إحنا هذا المولود ترثناه من آبائنا وأجدادنا بالتكاية. زين، التكاية المعروفة يعني على مستوى العراق. زين، فبشهر رمضان تختلف الأمور. زين، أجواء رمضانية وهي بالتكاية بالأئمة نقرأ المحافل الدينية. بالمحافل الدينية. خلي نسمع شيء بالبداية، شو نسمع من عندك، تواشيح أو مدح؟ لولا الجناح مني كسير، لولا الجناح مني كسير لكنت بالحال للحجاز يطير. يا سلام. فيقيني بمحمد فيقيني بمحمد جبر كسرين، فكل كسرين بمحمد مجبور. الله الله، طيب الله انفاسك. الله سلمك. على هذا الصوت الشجي بالمدح النبوي. أريد أسأل دائما مثلا المداح شنو يحتاج، مثلا أي شاب مقبل لقضية المدح النبوي والابتهالات الدينية شنو اللي يحتاج من مؤهلات، دراسة المقام، الحفظ، شنو المؤهلات اللي تخليه يعني يكون مداح ناجح؟ والله أستاذ المقام يعني هسه احنا جد جاي، أنا صار لي 30 سنة اللي حافظ بس 4 مقامات. مقام يراد له، المقام يراد له قانون، يراد له دراسة، مثل الأساتذة القنبنشي يوسف عمار. زين، يعني من أساتذة المقام العراقي. زين، فالمقام مو لعبة. يعني ساني صار 30 سنة أقرأ يعني محافل دينية. زين، بس لما نجي على المقام أتحسس به. ليش؟ لأن المقام مو لعبة. أكو أساتذة تقول لي وين رايح أنت أستاذ طارق، هذا عندك نشاز هنا. زين، مو لعب المقام، يعني تحتاج دراسة المقام. اي دراسة. يعني شنو مثلا شلون واحد يكتشف نفسه؟ لازم يمتلك الصوت الجميل. نعم. يعني قضية دراسة للمقامات اللي موجودة، لان يعني كل المدح يعتبر المقام هو الاساس في طريقة المداح. يعني تعرف المفروض كل المقامات حتى تقدر تأديها بصورة صحيحة. نعم، لازم المقام العراقي. يعني المقام العراقي يبدي يعني هو اصالة الغنى العراقي. احنا الغناء العراقي المقامات، وعندنا ايضا الاطوار اللي موجوده في كل محافظات. نعم. الشمال لهم اطوار خاصه. نعم. الغربيه لهم اطوار. نعم. حتى الاوساط والجنوب. نعم، الجنوب. نعم، هذا اللي يمتاز به يمكن لون الاداء العراقي. الاداء العراقي اكثر شيء تلقيه بغدادي بالمقام. يعني والاغنيه يعني البغدادية. عندك ناظم الغزالي. عندك يوسف عمر. زين، عندك القنبنشي الشعوبي. يعني ناس اساتذه. يعني احنا بالنسبة يعني شو أقول لك، بالنسبة لنا إذا نجي نبهم ونقعد يعني بعيد، مسافة بعيدة. زين، التهيلات يا أخي العزيز، هسه الشباب وين إحنا؟ يعني إحنا طورنا هسه وين، وطور هاي الشباب اللي إجت؟ فالشباب هسه بهذا الجيل يختلف من على الجيل السبعينات والثمانينات. تختلف لما تجي تقرأ قدامه، يعني يستغرب أو يشوفها فد شيء لون حلو. زين، شنو المقامات دائما القريبه لقلبك، دائما تقول انا مثلا ابدع بهذا المقام بطريقه المدح؟ والله انا متولع بالصبي. بالصبي هسه اللي قريته اللون يعني متولع به. والمقامات هوايه. نسمع شيء ثاني من عندك. وحماك لا تعذبني غافر غافر عظيم المهني ساتر عيوني عني انت تدرب همي دمي عني هيم
يمني بس انت تدري بهمي بدمي عني هيمني فكني وزير العزمي خلاني اجذب واني غافر غافر عظيم المني ساتر عيوبي عني قادر حباك بغني وحماك لا تعذبني غافر بالنادم اصبح وامسي غرقان الوم بنفسي بان ادم اصبح وامسي غرقان الوم بنفسي لكن تبدل ياسي لكن تبدل ياسي بالله حسن الظن بالله حسن الظن غافر الله 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 طيب الله انفاسك الله يسلمك الله يسلمك حقيقه اخذتنا هيك باجواء ساحره بهذا الصوت الشجي الله يسلمك